العاشر من تموز تاريخ محفور في أذهان العراقيين عامة والموصليين خاصة، ذكرى إعلان تحرير الموصل من سيطرة داعش الإرهابي بعد أن عاث التنظيم خرابا وإرهابا وقتلا وتهجيرا ودمارا في الموصل وأهلها. يوم إعلان بدء التحرير كان يوم فرح كبير، ويوم إعلان انتهاء المعارك والنصر على داعش كان هو يوم حياة جديدة لهذه المدينة اللي عمرها كبير جدا. 3 سنوات مرت على إعلان النصر في الموصل عادت خلالها الحياة إلى أغلب مناطق المدينة، لكن نزيف الجرح العميق الذي تسببت به الحرب في المنطقة القديمة لم يتوقف بعد، فمظاهر الدمار وأطلال البيوت وذكريات الشهداء والمفقودين والمغيبين تراها أينما وليت وجهك في شوارع المنطقة. كان مكلف جداً، لكن هذا ثمن الحرية. كنا نتوقع أنه الإعمار، الإصلاح، التعويض راح يجي بسرعة وبهمة، لكن كان الفساد الباطن هو اللي أثر بصورة أكبر. عودة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطرقات ساهمت بشكل كبير في إعادة الحياة إلى الموصل، لكن تأخر صرف تعويضات المتضررين من الحرب بات من أكبر المعوقات التي تحول دون إعمار آلاف الدور المهدمة. ملف التعويضات منقسم بين 42 ألف معاملة تعويض دار سكني، بالإضافة إلى 6700 أو عفوا حوالي 8000 شهيد، وأيضا 12 ألف عجلة أو مبنى تجاري أو غيرها. في محافظة نينوى ملف التعويضات أنجز بنسبة 5%، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بحجم الأضرار الموجودة بمحافظة نينوى. أزمة النزوح التي باتت هي الأخرى واحدة من أكبر مشاكل العراق يبدو أنها لن تشهد انفراجا قريبا، فأوضاع النازحين من سيء إلى أسوأ، وغالبية مناطقهم وقراهم على حالها الذي تركتها عليه الحرب وغادرت بعد تحريرها. مزيج من الفرح والألم، هكذا هو شعور الموصليين بالذكرى الثالثة لتحرير مدينتهم، فرح بعودة أرضهم إلى حضن الوطن وزوال غمامة الإرهاب، وحزن على استمرار العديد من أشكال الدمار والخراب والإهمال الجاثم على صدر الموصل. من ذات المدينة، محمد سالم، يو تي في.